طيب زي ما ذكرت راح يكون في عندكم بروجكت على الداتا فيجواليزيشن. حيكون مطلوب منكم انه اختيار داتا سيت من هذا الارتكل عشان تعملوا لها فيجواليزيشن. هذا الارتكل فيه لسته من الداتا سيت للفيجواليزيشن، تقريبا عددهم 8، ممكن ازود فيهم اكثر من هيك. اذا انت حابه تشتغلي على داتا سيت مش موجوده في اللسته هذه، فممكن انه انت تختاريها وتبعتي لي اياها عشان انه انا اوافق عليها او لا. طبيعة الداتا سيت هذه لو تصفحت البعض منها، انه هنا هذه عبارة عن Human Resource Data Set، A Data Set for Learning Data Visualization and Basic Regression، هي فعلا مناسبة جدا للفيجواليزيشن. ايش الـ Insights او الاسئلة اللي ممكن تجاوب عليها؟ تمام؟ اللي هي موجودة هنا في السكشن هذا Inspiration. Is there any relationship between who a person works and their performance score. واضح انه في keyword. تشوفوا ايش اللابتوب، مش بس يعني اي شغله تانية انه انت حاسه انه انت ممكن تعملي لها فيجواليزيشن. بالضبط، هذه يعني بدايه انه اذا انت محتاره انه ايش الشغلات اللي انت بتسويها في الداتا سيت، فبالتالي هنا تمام. What is the overall diversity؟ برضه بيبين في الفيجواليزيشن. Profile of the organization. فهيها زي هيك بتحاولوا انه يعني انا في عندي الامبلوير اي دي، ممكن اعتبره انه هو الكي. هل النيم بفيد انا عندي في الموضوع؟ ممكن اعمل له دروب. فبالتالي باندا مع فيجواليزيشن، انه انا بلزم انه انا اعمل دروب لشغلات معينه انا مش محتاجها، لانه الكاستمر اي دي او الامبلوي اي دي مش مفيد انه انا اعمل له فيجواليزيشن انا عندي في الداتا سيت. اوكي، هذه الاولى. الثانيه وورد ديفلوبمنت انديكيتور. هذه الداتا سيت محتاجه انه انا اعمل جوين، قد احتاج انه انا اعمل جوين، يعني بدك تستكشفيها في هذا الاطار، اللي هي مؤشرات التنميه في العالم. تمام، فهنا your life expectancy at birth map، هاي list of available country وهاي list of available indicators. ايش هي الانديكيتورز؟ ايش هي مؤشرات التطور؟ انا عندي موجوده في list. الليست هذه هي اوكي، ممكن تجيبوها من الداتا سيت نفسها. هيها هنا تروحوا على indicators، هيها هذه age dependency ratio مثلا. arms export، arm imports، birth rate، معدل المواليد، معدل الوفيات، انبعاث ثاني اكسيد الكربون. ففي مؤشرات كثيره هيها موجوده هنا. لاحظوا انه الداتا انا عندي موجوده هي الكانتري والكانتري نوت والانديكيتور. تمام، اكثر من سي اس في فايل قد احتاج ان انا اعملهم كونكات قبل ما اعمل فيجواليزيشن. تمام، بتلاحظوا انه في عندي كيرنل موجودة على الداتا سيت هذه، فممكن استعرض. تمام، How far is China ahead of India؟ هو ركز في الفيجواليزيشن تبعه قديش مؤشرات التنمية بين الصين، يعني قديش انه الصين بعيدة عن 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 الهند، او يعني قديش هدول الاثنين انه هم بعاد عن بعض. هنا ركز في الموضوع تبعه على الجندر ايكواليتي، انه المساواة بين الجنسين. تمام، هنا ركز على كانتري معينة، استخدام الطاقة في هذا الكانتري. تمام، هنا ركز انه ار جير سمارتر، هل البنات اذكى من الاولاد؟ فور شور ولا الفيجواليزيشن هو اللي بيحدد؟ تمام،
فهذه ممكن انه بتديكم انديكيتورز انه ايش الشغلات اللي انا ممكن اعمل عليها فيجواليزيشن، فبتطلعوا لي نوت بوك محترمه هيك بالضبط فيها اتريبيوتس كثيره انه زي هيك. تمام نعم انا حزود، انا هذا اللي لقيتهم تمام انا حزود، بس انتوا اذا حابين تجيبوا داتا سيت ما عنديش مانع، بس بدك تعرضيها علي في الاول. بتحطي مارك داون، مارك داون بتقول لي انه ايش العلاقه بين كذا وكذا، هاي البلوت تبعها، وبتكتبي لك كلمتين انه كل ما زاد كذا بيقل كذا، كل ما زاد السكر بيزيد البريفرنس، كل ما قل كذا. تمام، هذه واحدة من الداتا سيت، مثلا كوفي اند كود، في علاقة بين الناس اللي بتكتب كود والكوفي، هل هم بيشربوا قهوة أكثر؟ تمام، طبعا هذه الداتا سيت لليبانون، اوكي بس وان كانتري، ممكن انه انت تلاقي يعني داتا سيت، يعني بدك تستخدمي داتا سيت من مكان ثاني ما فيش مانع. تمام، هو يمكن جابها من هنا دوت نوت هيروز، وانه جابها وفلترها، عملها فلتره بس للبنان، فممكن انه انت تجيب الداتا سيت كامله بغض النظر. اوكي بس خلينا نشوف انه هنا عمل انتراكتيف بلوت على الباور بي اي، وهي في 6 كيرنلز، كل ما تلاقوا اي دي اي معناها اكسبلوراتوري داتا اناليسيس، لها شغله علاقه بتحليل البيانات تمام، وفهم العلاقه بين الاتريبيوتس، وفهم العلاقه او التحليلات او الانسايتس في البيانات، اي دي اي. فهذه اختصار حتلاقوها كثير عندكم في الكيرنل متعلقه بالديتا فيجواليزيشن. تمام، فهي الانتر اكتيف بلوت جميله جدا هي. تمام، مين بيشرب قهوه اكثر، الميل ولا الفيميل؟ الميل اكيد طبعا. تمام، طب ايش الشغلات اللي بيشربوها، هل هي نسكافيه ولا امريكان كافي ولا تركيش كافي ولا اسبريسو ولا كاباتشينو ولا كل هاي الشغلات، طبعا هاي ديستريبيوشن بلوت لإلها. تمام، فهذا فيجواليزيشن، وممكن اعمل فلترة بهذا الشكل للايج وكل هاي الشغلات. تمام، هذه انه شغلات انترستينج. ايش في كمان شغلات يعني ممكن انه ما احنا هكيد حنتفاوض على الموضوع يعني. تمام، هذا داتا سيت للهوتيلز ريفيو في اوروبا، هذه للستودنت بيرفورمانس ان اكزام. هنا برضو بنرجع للسؤال انه مين اشطر، الاولاد ولا البنات؟ الاداء بيكون معتمد انه والله حسب الابوين متعلمين ولا مش متعلمين، بيشتغلوا كويس ما بيشتغلوش كويس، هذا student performance and exam. ف الانسايتس اللي انا بدي اسالها inspiration to understand the influence of the parents background، والله اذا كانوا البيرنتس مهندسين يبقى الاولاد خلاص حيطلعوا شاطرين. تمام، فبالتالي هنا هاي الريس والإثنيسيتي هل لها علاقة بالبرفورمانس بالإكزام، الناس اللي بشرتهم لونها كذا هل هم دائما بيجيبوا في الإكزام إنه البرفورمانس تبعهم أعلى. تمام، بالضبط، فهدول كلهم الداتا سيت، هذه ML courses machine learning courses.ai كل المعلومات تبعتها من courses ومن قديش انه هم استغرقوا في مجموعة من الانسبيريشن. هنا هاي data visualization with python، هاي في انا عندي اكثر من لينك واكثر من kaggle kernel، ممكن اشوف
هنا مستخدمين classification tree، هذا حناخده في الماشين ليرنينج، بس انتم ممكن تشوفوا هنا يعني الشغلات المتعلقة بين في واحد واثنين اللي هو exploratory data analysis EDA والفيجواليزيشن. تمام، ايش الاتريبيوتس اللي موجودة هنا؟ يعني عندي شغلات كثيرة. تمام، هذه الداتا سيت انه اتس انترستينج انه. طيب